مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل. حديثنا اليوم ذو طابع خاص، ولم لا ونحن نتحدث عن الشباب. فالشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأمم، والشباب هم مؤشر القوى الضعف في أي مجتمع، والشباب هم قلب الأمة النابض وأملها، والشباب فرصة قد لا تعوض. ومن هذا المنطلق سوف نتحدث سويا عن الشباب تحت عنوان الشباب إلى أين. وقبل أن نخوض في هذا الحديث أرحب بداية بكل من فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أهلا ومرحبا بكم، وفضيلة الشيخ حازم شومان، أهلا ومرحبا بكم شيخنا وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم. آمين. شيخ محمد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه أو بداية عن عمره فيما أثناء، وعن شبابه فيما أبلى. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الشباب على الرغم أن العمر يشتمل كل المراحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أولا أرحب أخي الكبير وشيخنا الدكتور حازم، جزاه الله خيرا، فأنا والله أحبه في الله سبحانه وتعالى ونستفيد دائما منه، وأرحب بك أيضا أستاذ محمد، أسأل الله أن يأجرك ويجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وجه الشباب لهذا الحديث إلى مراعاة السؤال الذي سيجدونه أمام الله سبحانه وتعالى، وأن أقدامهم لن تزول ولن تتحرك حتى يسأل ويحاسب أمام الله جل وعلا، هذا التوجيه النبوي الكريم يدل دلالة واضحة على أن الشباب لهم مكانة ولهم ثقل ولهم وزن. وإذا جئت إلى الواقع وجدت أن الشباب هم القادة، ووجدت أن الشباب منهم الجيوش تأشي، ووجدت أن الشباب هم الدعاء، ووجدت أن الشباب هم العاملون، هم اليد العاملة في المصانع، في المزارع، في المتاجر، في كل مكان، يقودون الأمة ويحمونها ويدافعون عنها ويذودون عن حياضها. فلذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المرحلة، ولأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط، فالله جل وعلا قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالضعف في مرحلة الطفولة والصبا، ثم القوة في مرحلة الشباب والفتوة والرجولة، ثم الضعف في مرحلة الكهولة والشيخوخة. فهذه المرحلة الغنية المليئة بالقوة المليئة بالفتوة المليئة بالنشاط ينبغي أن تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الصحيح: يعجب الله جل وعلا من شاب ليس له صبوة، ليس له شهوة. هو شاب يعجب الله عز وجل منه. لماذا يعجب الله عز وجل منه؟ وعجب الله هنا ليس كعجب الناس، بل عجب يليق بجلاله. فعجب الله ليس مبنيا على جهل، بل الله جل وعلا يعلم علما يقينيا أن هذا الشاب سبب بعده عن الحرام هو خشية لله عز وجل، وسبب عدم صبوته إلى الزنا والفواحش هو قرب من الله جل وعلا. ولكن عجب الله جل وعلا هنا عجب من شيء نادر غير يعني موجود في واقع الشباب. فأكثر الشباب اليوم لهم صبوة ولهم شهوة ولهم زلة ولهم معصية تغضب الله سبحانه وتعالى. وما أجمل عندما يتأمل المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى والآيات، وينظر كيف كان حال الأقوام السابقة، وكيف كان حال الأنبياء مع أقوامهم، وكيف كانوا ينادونهم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته لنا أن الذين تبعوه في أول الحياة وفي أول الدعوة كانوا من الشباب. فعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح، كل هؤلاء كانوا من الشباب، وعلى أكتافهم قامت الأمة. وعلى أكتافهم قام هذا البناء العظيم. أرسل مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى الحبشة. فهؤلاء جميعا كانوا من قادة الأمة، وجعفر بن أبي طالب، وكانوا شبابا. بل حتى لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس: وأنا يومئذ فتى قد نهزت الاحتلام. لسه يعني شاب صغير، لسه قد نهزت الاحتلام. اليوم تجد الشاب الصغير الذي قد نهز الاحتلام يلعب بلايستيشن سوني ويتابع المطوشة طيب أين أنت يا أخي؟ أين قوتك وشبابك الذي ستسأل عنه وتحاسب عنه يوم القيامة، وأنت تعرف أنك لن تزول قدمك ولن تتجاوز
هذه المرحلة ولا هذا المكان إلا إذا سئلت وحسبت أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تقف وقفة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالشاب عندما يقف وقفة مع هذه الآية ينبغي أن أتقي، أجعل بيني وبين هذا اليوم وقاية، بيني وبين غضب الله عز وجل وقاية، فلا أقع في زلة لأني سأحاسب على مرحلة الشباب بالذات. فهذه إضاءات حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حزم، فرصة الشباب فرصة قد لا تعوض، فكيف يمكن استثمار هذه الفرصة استثمارا أمثل واستغلال هذه الفرصة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني حضرتك احنا في امتحان، الدنيا دي امتحان، والامتحان اللي احنا فيه ده دور واحد، يعني اي امتحان في الدنيا دورين، الامتحان الاخر دور واحد، فما فيش واحد بعد ما هيموت ممكن يعمل يرجع تاني، وامتحان الدنيا اللي هيسقط هيعيد هيترفد، انما امتحان الاخره والعياذ بالله يقع في جهنم. فامتحان الدنيا ده اخطر امتحان، واكتر فتره الانسان قادر فيها على الاجابه فتره الشباب، فتره العمر. الانسان عمره ده عامل زي واحد له رصيد في بنك، فهو بيروح يسحب الرصيد من البنك، انا عايز رصيد خد، انا عايز رصيد خد، انا عايز رصيد خد، فيجي مره يسحب لا خلاص خلص، قال لا طب كنتوا عرفوني رصيدي، لا هو البنك ده كده ما تعرفش رصيدك، ساعه ما يخلص الرصيد بس تعرف. كذلك بالظبط الانسان عمره كل يوم بيصحى الصبح، يا رب انا عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد، عايز يوم جديد خد، فجاه خلاص ما عادش، طب يا رب كنت يعني كنت اعرف، لا خلاص هو رصيد العمر كده، بنك العمر كده. انفاس معدوده، انفاس معدوده، انفاس معدوده. وقضيه ان الشاب لازم يعلم كويس جدا ان مش معنى ان هو شاب ان هو لازم يعيش لغايه ما يكبر، ولازم يعيش لغايه ما يعني كان ما فيش شاب دلوقتي قاعد قدامنا وبيسمعنا مالوش واحد صاحبه مات وتوفي، سواء على خاتمه حسنى او خاتمه سوء. يعني احد اصحابنا كان رايح يعني رايح يشتري رايح مشوار كده في مكان معين جنب بعض النوادي، ففوجئ باصوات صراخ ولطم واصوات فظيعه رهيبه، فبيشوف ايه، فوجئ ان العروس رحمه الله ماتت وهي بترقص، يعني ماتت وهي بترقص، فسقطت ميته رحمه الله سبحانه وتعالى، يعني رحم الله جميع المسلمين. فالمقصد مقصد ان اي شاب ممكن في لحظه يلاقي نفسه فجاه امام الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي بيقابل ربنا بمعصيه عامل زي ايه؟ عامل زي بالظبط السارق اللي سرق سريقه وهرب بيها في بلد ثانيه، فهو راكب بيهرب بيها، لا في حط التفتيش نزل وهم بيفتشوا احساسه ايه؟ مرعوب. او كذلك بالظبط الانسان اللي بيقابل ربنا مع معاصي مرعوب لانه هيتفتش، احساس ان انسان رايح يقابل ربنا ويقف قدام ربنا ويرضى الله بادله ادانه، ادله ادانه مثبته وكل حاجه شهدت عليه، يعني يفاجئ ان يعني مثلا ادي شاب هو ماشي راكب عربيه هو ميكروباص ومثلا رايح اي مكان وواقف جنب الشباك، وجاي عربيه ثانيه العكس وفي واحده مثلا على الشباك بصله بصتين ثلاثه، النقطه من الارض اللي بص عليها ده هي هتشهد عليه يوم القيامه. هتنطق يعني كان الارض اللي تحتنا ده اجهزه رقابه على ما نفعله فوقها، وكان السماء التي فوقنا اجهزه رقابه على ما نفعله تحتها، وايدي اللي بقص ربنا بقى تشهد عليا. يعني اعضائي ده اجهزه رقابه هتشهد عليا يوم القيامه، ده انا متراقب من كل جهه انا ما اعرفش. فالشاب يجب الا يعيش بمعزل عن هذا الامر ابدا. يعني اتفضل. طيب حضرتك، من اخطر الامراض التي يواجهها الشاب مرض العزل عن الدين، او بمعنى اصح الجهل بالدين. كما هي اسباب الجهل بالدين؟ يعني اظن ان يعني توصيف حضرتك يعني الشباب دلوقتي لا ينكر احد ان الشباب دلوقتي فعلا بعيد، ولكن عن تجارب، والشيخ محمد فضيل الشيخ محمد يعني هذا جيدا، الشباب مليان خير، مليان خير. يعني الخميس اللي فات كنت على البالتوك، رمز البالتوك، يعني بحاول ايه ادخل على الرمز كده ايه واكلم الشباب اللي قاعدين في الرمز بتاعه الاغاني بتاعه الحب بتاع، فدخلت على الرمز ففوجئت من حاجه، يعني الواقع بتاع الشباب من جوه واقع يفجع القلب يشق القلب، فطلبت ان انا اتكلم، مفيش، ما حدش، مفيش استجابه، مفيش استجابه، عايز اتكلم يا جماعه. المهم يعني فجاه لقيت اللي ماسك الروم بتاعت البالتوك مش موجود، والناس بتسال راح فين راح فين، اتاري ان مصر جابت جول،
فاول ما جاب الجول ساب الموضوع وطلع يجري، فقمت ضرب كليك وقمت داخل على الميكروفون. تمام. فبدات اتكلم معاهم، فاول ما اتكلمت معاهم يا جماعه تخيلوا النبي دخل عليهم دلوقتي، دخل عليك دلوقتي ودخل عليك دلوقتي وشاف انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه يا جماعه تخيلوا. طب انا مريت بتجارب، طب اسمعوا تجارب كذا وكذا 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 وكذا. في البدايه فوجئت ان يعني كان حتى احد الفتيات مسميها نفسها بنت ابليس. لا حول ولا قوه، والله سميها نفسها كده بنت ابليس. ففوجئت في البدايه ان بعض الشباب قاعد ايه هو ايه ده، هو النبي بيلعب معانا ولا ايه، هو انتوا بتقولوا ايه، هو مين ده. بالظبط 3 دقايق سبحان الله العظيم وانقلب الوضع تماما. طب احنا عايزينك تدخلها كل يوم، طيب طب احنا طب الموقع بتاع. فسبحان الله الواحد حاسس ان الشباب غرقان ولكن في خير عظيم جدا. هذا اللي حركه، هو عايز يحس ان حد فاهمه وعايش مشاكله ومقدر له. اصل الشاب دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك انا هعمل ايه، انا ببص على يمين الاقي واحده، شمال الاقي واحده، بمشي في الشارع لو بصيت في الارض بلاقي صوره واحده واقعه، اطلع ارفع راسي اقول يا رب الاقي واحده وتبص من الشباك، احنا نعمل ايه، انتوا مش حاسين بينا. ده احنا يوم ما كان فلان الفلاني المصري في الستار اكاديمي بيعملوا عليه الاستفتاء 23 مليون مصري اتصلوا عليه، 23 مليون مكالمه. انا اروح فين ما الناس كلها كده؟ انتوا ما بتشوفوش النوادي، ما بتشوفوش ليله الخميس، ما بتشوفوش ساحه الجامعه، ما انتوش حاسين بدفاع الاحياء، ما بتدخلوش نت، ما بتدخلوش مواقع يعني مواقع من مواقع الهلاك بتاعت النت، انتوا مش حاسين بالفتن اللي احنا فيه. فالشاب بيبدا يتحجج بهذه الامور ويتعذر بهذه الامور. ولكن مهما كان سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، سيدنا يوسف عاش في اسوأ بيئه في جمهوريه مصر، وهي ايه؟ قصر الملك. اسوأ بيئه، مفيش جامعة كده، وروض عن الزنا والعياذ بالله، وخرج من البيئه دي اطهر مما دخل. بعد كده اتشال واتحط في بيئه اسوأ من بيت قصر الملك، اللي هي بيئه السجن. الحرامي الصغير يدخل السجن يتعلم الاحتراف ويطلع زي عصابه، دخل بيئه السجن طلع اطهر واطهر مما دخل. امراه فرعون وضعت في افسد بيئه يمكن ان توضع فيها، وتعرضت لاسوأ ضغوط، ومع ذلك الدين جواه والايمان جواه. فمساله الشباب بعيد عن الدين ليه؟ الشباب ايه اللي ايه اللي بعيد عن الدين؟ هو بالظبط. اصل اقول لك حاجه، انا اجيب لك من القران نموذج لشاب بعيد عن شاب اتعرض لفتن. سيدنا يوسف شاب وغريب وبعيد، وراودته، شوف ربنا راودته يعني ايه؟ يعني مرة بعد مرة، يعني مش المعصية بتتعرض عليه مرة رفضها خلاص، مش قناة فضائية عمل كده اتك خلاص، ده قناة ورا قناة، موقع ورا موقع، بنت ورا بنت، راودته التي هو في بيتها. دي المصيبة، ان البنت والولاد يبقوا قصاد بعض، قصاد بعض في السكشن، قصاد بعض في المحاضرة، قصاد بعض في الكلية، قصاد بعض في النادي، فطول ما يبقى قصاد بعض هتقع هتقع. التي هو في بيتها عن نفسه، هو انسان عفيف ولكن عايزة تخترق الحاجز اللي عامله بينه وبينها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. الشاب دلوقتي عايش في وسط مجتمع يقول لك اروح فين؟ انا السكه متقفله، اصحابي مش ملتزمين، عندي في البيت محدش بيشجعني، باجي التزم اصحابي يتريقوا عليا، غلقت الابواب. تلاقي تحس ان اهل الباطل بيحاولوا يقفلوا السكك على الشباب. الستار اكاديمي ده مصروف عليه قد ايه؟ يقول لك الريال تلفزيون، ريال تلفزيون ايه؟ ان انا اجيب ولاد وبنات واقعدهم يعني ممكن 15 ساعه في اليوم يرقصوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويضحكوا مع بعض والانحلال اللي بيحصل. احد البنات يعني بنت مكسوفه من هناك كلم اولاد، فقالت لها انت مكسوفه من ايه؟ روح اتفرج على الستار اكاديمي وانت تكتشف انك انت كنت مجنونه. فالبنت بتقول اتفرجت، فقالت ايه ده؟ ده انا مش عايز، وانا مكسوفه ان انا اتكلم الكلام اللي على الكلام اللي على وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تهيأت لك، اتزينت لك، اتزخرفت ليك. انا مصيبه الشهوات دلوقتي انها مزينه ومزخرفه، يا عم زي الشجره بتاعت الجنه اللي ربنا احل الادم مليون شجره وقال لي لا. تمام. فبالظبط كده هو شخنا هو يعني اضافه للكلام الدكتور حازم يعني الاعلام، يعني الدكتور حازم تعلق سريع عن الاعلام، الصحبه الفاسده، البنت قالت لها روحي شوفي شاهدي، الاصدقاء السوء، وكيف انهم يغلقون الابواب على الانسان ويهزؤون به اذا عاد الى طريق الاستقامه او اذا بدا انه يعني يصبح مستقيم. يعني شاب اتصل زي ما الدكتور حازم، طب هم بيقلسوا عليا، طب هم بيقولوا يعني بيتريقوا عليا، لا انت كده هتعمل لنا فيها عم الشيخ، طب فين العمه، طب خدنا تحت جناحك يا شيخ. واضف الى ذلك يعني اشياء كثيره من الامثله وعباره استهزاء. فاسباب يعني انغماس الشباب في الدنيا ليس فقط الإعلام ولا الصحبة ولا أيضا القابلية الذاتية الداخلية عند الشباب والفتيات، حبهم لله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أن هذا خط دفاع أول ينبغي أن يكون موجود في قلوب الشاب والبنات. إزاي نخلي الشاب يحب النور سبحانه وتعالى؟ أنا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. عندي تحبيب الناس في الله عز وجل من خلال ذكر أسماء الله وصفاته، من خلال ذكر نعم الله سبحانه وتعالى. تأملوا يا جماعة، يا جماعة الأسرة البيضاء دكتور حازم مليئة بالآلاف من الشباب والفتيات،
لا يتحركون مشلولين، وانت بتتحرك تمشي وتأخذ تعطي، قلبك ينبض في السنة 83 مليون نبضة، لا تستطيع أن تتحكم في نبضة واحدة منها. نعم. ومع ذلك تبصر وتأكل وتشرب وتترك الصلاة وتعصي وتقع في الفاحشة وتبتعد وتعرض، والله لا يزال ينعم عليك، والله لا يزال يعطيك الصحة، والله لا يزال يعطيك العافية. فانظر لطف الله عز وجل ورحمة الله وكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى. يعني يكفي فقط من لطف الله سبحانه وتعالى عنده لا يؤاخذنا بذنوبنا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة. فانظر يعني إلى ثبات سيدنا يوسف في هذه البيئة، لم يكن فقط انه يعني انه هناك يعني صح تعبير عوامل خارجية، بل هناك عوامل داخلية. يعني لو اخذنا دكتور حازم القصة نفسها، عنده امرأة سوء وعنده اصدقاء سوء، والبيئة مهيئة للفساد، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وإحنا يعني دخلين الآن على عيد الحب الخميس القادم، والشباب يتجهزوا، والفالنتاين والورود والقلوب والدباديب الحمراء. طيب يا جماعة، هذا الحب، هذه المشاعر، لما لا توجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ لما لا يصرف هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ لما لا يصرف هذا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني شفنا النهاردة لو واحد في الشارع فرد الكاوتش وكفر السيارة، يعني خرج منها وعطب وخرب، ووقف بجوار السيارة وثلاثة شباب وشدوا الهمة وغيروا الكاوتش والعجل وتعرف، ستجد أنه ممنون وفرحان بهؤلاء الناس، ويأخذ أرقام التلفونات وموبايلات وأهلا وسهلا. طيب هذا بشر وقدم لك مساعدة يسيرة، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلك تعرف كيف تتطهر وكيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تعامل والديك وكيف تتاجر؟ أليس هذا الرجل أحق أن يحب؟ أليس هذا الرجل صلى الله عليه وسلم أحق أن يبذل له الحب؟ والصحابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إني ما أطيق أن أفارقك حتى أشتاق إليك فأعود، بس مجرد ما أذهب بعيدا أشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفس الصورة اللي ذكرها الدكتور حازم لما دخل بلتوك، قال لهم يا جماعة ماذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيننا؟ للموضوع هذا هناك قلوب تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، والله قلوب الشاب تحب النبي عليه الصلاة والسلام. معنا أحد محبين النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا علي العرباوي من القاهره. اهلا وسهلا بزعلي. تفضل. كنت سعيد الشيخ حازم سؤال بعد اذنك. تفضل معاك الشيخ. والله شيخ حازم انا عندي بس بنت اخويا عمليه السحر، فعايز بس يعني سؤال كده اسال. هي اتزوجت وقعدت مع زوجها شهر وسابت البيت، وقالوا ان عمل لها سحر وبتاع، ونوصل لغايه البيت تصوت وبتاع ونجيبها تاني. نعم. طبعا حرام ان الواحد يمشي وراء دجالين والكلام دوت، فايه الحل في الموضوع ده؟ تسمع ان شاء الله الاجابه من شيخي. جزاك الله خير. شكرا. طب شيخنا، بعد ما حضرتك عرقت على موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الله سبحانه وتعالى، طيب لابد ان البعد عن الدين ليه اضرار، لا شك في ذلك. نعم. كما هي اضرار البعد عن الدين؟ اول اضرار البعد عن الدين اخي محمد جهل الانسان بقيمه ذاته، أنك لا تعرف قيمة ذاتك إلا إذا كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. ليس لك وزن والله في الدنيا، ليس لك كرامة، ليس لك مكانة إلا بما أعطاك الله جل وعلا. ولقد كرمنا بني آدم، تأمل هذه الآية وضعها أمامك شعار. ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله فلا تكون مثل الحيوانات تجري وراء شهوتك، كرمك الله فلا تمد يدك، كرمك الله فلا تمد عينيك ولا تمد أذنك، كرمك الله عز وجل، فينبغي أن تستشعر أنك عبد لله سبحانه وتعالى، أن رزقك سيأتيك، وأن الخير بيد الله، وأن النفع والضر عند الله سبحانه وتعالى. فاستشعر مثل هذه المعاني، فأولا تدرك قيمة نفسك من خلال الدين. ولذلك الأمة لما تركت الدين وأغفلت الدين ونحت الدين، انظر ماذا حل بها. النهاردة والله دكتور حازم أخ بياخذ أخ زميل له في الكلية، داخلين يصلوا، فيقول له يعني احنا داخلين نصلي دلوقتي كليه، احنا داخلين دلوقتي نصلي. يعني بعض تجار المخدرات يصلون وهذا شاب لا يصلي. يعني قد يقول الانسان هذا لا يوجد، غير موجود يا جماعه، لا يمكن ان يكون موجود. نقول لا والله موجود، والله موجود اناس يعصون الله ولا يعرفون الحرام. في يوم ايام دكتور حازم لقيت واحد مشغل اغاني، فقلت له بالله عليك يا اخي ما تعرفش الاغاني حرام؟ طلع الشيخ قال لي اقسم بالله ما اعرفش انها حرام، ولا مشيت من الشباك. لا حول ولا قوة الا بالله، اقسم بالله لا اعرف انها حرام. الله جل وعلا يقول: ومن الناس
من يشتري له الحديث يضل عن سبيله. قال أهل العلم هو والله الغناء. لا. قال ذلك ابن مسعود وابن عباس وفئام من أصحاب النبي لا. صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أن الإنسان بدون الدين لا يدرك قيمة نفسه. لا. من أسباب البعد عن الدين أيضا أن الشاب يقع في الهم والغم. لا. فهو هو لماذا يذهب إلى المسرح؟ لماذا يذهب إلى السينما؟ لماذا يذهب إلى محبوبته؟ لماذا ينظر إلى الشاشة؟ لماذا يدخل إلى النت والبلتوك؟ لأنه يبحث عن السعادة. لا. هو يريد الراحة، ومع ذلك الهموم والغموم تأتي فتحاصره من كل جانب. نكمل الأسباب شيخنا ولكن بعد هذا التصدر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير. عايز أشترك مع حضرتك في بإذن الله في البرنامج. تفضلي فندم. فضيلة الشيخ، من أهم أسباب يا فضيلة الشيخ إن الشباب في حالة الفساد اللي فيها الشباب الأيام دي، إحنا مش السبب فيها كلها، السبب فيها بعدة أعمال. أولها إن مفيش شغل للشباب متوفر ليهم. أنت قصدك حضرتك إن البطالة سبب من أسباب البطالة، والبطالة مخلية بتخلي الشاب يا شيخ ينحرف ويلجأ لأصدقاء السوء والقعدة على القهاوي. وأعرف شباب كتير جدا، الشباب ديت مهلات عالية، بنقرأ لهم في الجرايد كتير إن في أشغال، وبيمسكوا الورق دوت وبيقعدوا بيتصوا بالأشغال دي. ما جدتش على حضرتك أشغال مهينة، يبقى ولد أهله تعبوا عليه وشقوا عليه جدا، في الآخر يروح شركة تقول لهم تعالوا 900 جنيه ومش عارفة إيه والكلام ده كله، وشاب يروح منهم وهو أهله تعبانين وطلعين عينيهم فيه، وفي الآخر يبص يلاقوه يشيلوا كرتونة ويقولوا له لف على الناس ولف على البيوت عشان خاطر يجيب لقمة عيش، وفي الآخر يا ريتهم كمان يدولوا الفلوس اللي هم بيقولوا له عليها. تمام. أنا مدرسة، ببقى قاعدة ببص ألاقي شباب بسم الله ما شاء الله داخلين من على باب المدرسة، بنقول لهم متشكرين، ما بنقدرش حتى ندخلهم. دي مش كثرة نفسي للشاب يا شيخ؟ أيوة. أنت أصدحك أن أحد أسباب الفساد موضوع البطالة والفراغ. دي حاجة بعد إذنك، الناس اللي ربنا يزيدهم من نعم الله، رجال الأعمال اللي بيروحوا يشتروا لعيبة وبيعملوا احسابها كده حضرتك، اللي بيتبرع بمليون ولا اللي بيجي 100,000 ولا المية ألف دولت ممكن يبنوا 5 شقق. يعني أنا مش عايزة أكتر من أن يدي الشاب 20,000 جنيه ويقول له يلا اتكفل بنفسك، اتكفل بنفسك، والله هيتجوز وهيعيش نفسه وهيعيش بنت، وهيمنع عنهم حاجة مش كويسة، هيمنع عنهم الجواز العرفي، هيمنع عنهم حاجات كتير جدا، هيسد أبواب كتير. نعم. فأنا نفسي أفهم الناس اللي معاها فلوس في بلدنا ليه ما تساعدش الشباب دولت؟ ليه عمالين نشتري في لعيبة ونشتري وربنا يبارك لهم ويزيدهم، بس المساواة في الظلم عدل. تمام. يعني احنا شاكرين لحضرتك استضافة على مداخلتك، احنا شاكرين لحضرتك على مداخلتك، وان شاء الله باذن الله الموضوع ده معانا اثناء الحلقه ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شيخنا كنا حضرتك بنتكلم عن اسباب البعد عن الدين واضرار البعد عن الدين. يعني ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ايضا من اضرار البعد عن الدين سقوط المجتمع، المجتمع يصبح بلا قوه. يعني نحن نريد ان نبني اسطول بحري، اسطول جوي، اسطول بري، نريد أن يكون عندنا قادة، نريد أن يكون عندنا أطباء ومهندسين وتجار كما قالت الأخت قبل قليل. بطالة. تمام. من أسباب البطالة يا أختي أحسن جوابا عليها المعصية. المعصية، الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هو لأنه أغلق باب العمل أمامه يذهب إلى المقهى فيشرب شيشة أو يأخذ الحشيش أو المخدرات أو يذهب لواعد فتاة، هذا ليس مبرر. ولكن نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن مغلق عليه يعيش فراغ قاتل، ومع ذلك قال معاذ الله. نعم. قال معاذ الله، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا من أضرار الدين، والأضرار كثيرة لا تستطيع عدها. نفس عدها، أضرار في المال، أضرار في الرزق، أضرار في الصحة، أضرار في الأسرة، أضرار في المجتمع، يذم عند الله ويذم عند أهل السماء ويذم عند أهل الأرض، وتغلق دونه الأبواب وتغلق دونه يعني مسارات وطرق. هم في الدنيا وفي الآخر. هم في الدنيا وفي الآخر. معنا السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل يا شيخ. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارك.
انا عندي سؤال فقط. اتفضل حضرتك بس اسمع حضرتك بس اسمعنا من الهاتف ووطي التلفزيون بعد يوم. طيب طيب اتفضل. فين بالنسبة للخطوات التي يسير عليها المسلم او الشاب المسلم الذي يريد الالتزام حتى يحقق مفهوم الربانية، نعم، خطوة خطوة، يعني نقاط عملية ممكن تكون شيء بالمور، لأنه قليل منا يعني يستطيع أن يدرك ما يقوله المشايخ الكرام، يعني ويدرك أبعاد مفهوم الطرح الجميل الرائع. نعم. فلو تكون هناك نقاط عملية 1-2-3 بطريقة مبسطة جدا للمشاهد البسيط. حاضر. هذا أولا. الأمر الثاني، هناك أبيات سمعتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه أريد التعليق عليها. حاضر. تصور حال البشرية اليوم، وهي صغير يطلب الكبار وشيخ ود لو صغرا وخادم يشتري عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ جزاكم الله خيرا مدخلا، جزاكم الله خيرا شيخنا. طب الشاب الآن لا سيما في هذا العصر بيواجه تيارات مختلفة من تيار الفتن وتيار الشهوات، فكيف يمكن للشاب مواجهة هذه التيارات؟ الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني أظن أن السؤال ده والسؤال اللي قبله هو روح واحدة الوقت. تمام. أنا الوقت بتعرض لضغوط، أفتكر إيه عشان ما تعرضش لضغوط؟ أنا الوقت المعصية متزينة بتراودني ومتزينة والأبواب مغلقة، أفتكر إيه؟ يعني أنا عايز أفكر كل إنسان بيهم بمعصية ربنا بكذا أمر، كل إنسان بيفكر في أي معصية أو بتعرض عليه أي معصية، إحنا عايزين يا جماعة المعصية يبقى بيننا وبينها حواجز وجبال وسدود، عايزين المعصيه يبقى بيننا وبينها بحيث ان المعصيه لو قدام عينيك ومفيش حد مطلع عليك ومتاح ليك انك انت تاتيها خوفا من الله سبحانه وتعالى ما تاتيهاش. اول حاجه انت عارف انت بتخسر ايه. انت عارف انت لو بتخسر ربنا بتخسر ايه. ده ربنا بيقول فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، فلا يوجد خارج الجنه الا الشقاء. انت بتخسر الجنه، انت بتضيع الجنة، انت بتضيع المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه الا سعادة. هات المصحف يا حبيب قلبي، هات المصحف يا اختي في الله، وهاتني الجلدة للجلدة وقري كلمة كلمة، دوري على كلمة سعادة اللي كل الناس بتدور عليها، لن توجد الا في كلمة واحدة في سورة هود، واما الذين سعدوا ففي الجنة. الله في الجنة. عشان كده ربنا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل ده كل النعيم اللي ربنا بيضربه في الجنة ده تقريب الى اذهاننا، تقريب. احنا حقيقة ما نعرفش نعيم الجنة شكله ايه وكيفيته ايه. فانت عارف انت بتخسر ايه، انت عارف انت بتضيع ايه، انت عارفة انت مستنيك ايه، انت عارفة انت لو عصيت ربنا وبرست ربنا بالمعاصي باعتبارك شابة والفتن حواليك، انت عارفة انت مستنيك ايه. احنا يا اخي الكريم في القبر كل واحد هينزل هيمتحن امتحانين، امتحان الملكين من ربك ما دينك من نبيك، وامتحان السؤال على الاعمال عمل عمل من ساعة الانسان بلغ. ويجي يوم القيامة امتحان ثلاث امتحانات، يبقى في خمس امتحانات اهو. خمس امتحانات الطلبة اللي كانوا مرعوبين من الامتحانات الفترة اللي فاتت مستنيكوا خمس امتحانات فور ان تلقى الله، امتحانين في القبر وثلاثة في القيامة. امتحان القيامة الاول امتحان العرض على الله. تنظر عن يمينك فلا ترى الا ما قد ينظر عن يمينه فلا يرى ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى ما قدم، ينظر عن يمينه فلا يرى الا كليبات مسلسلات اغاني بنات رحلات شات، ينظر عن شماله فلا يرى القهاوي الكوفي شوبس الرمز اللي دخلها النوادي اللي عملها الهارد ديسك بتاعه واللي كان متحمل عليه الميموري بتاعه المحمول بتاعته والنمر اللي كانت عليه، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق طمره، انك تتقي النار ولو بحجاب شرع تلبسيه، انك تتقي النار ولو بتوبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى. ان العبد يتقي النار. فتاني حاجه انت عارف ايها العاصي انت بتسميك ايه، مهما كانت المعصيه جميله نفتكر بقى. تالت حاجه انت عارف اخرتها ايه، انت عارف اخرتها ايه، ما اخرتها القبر، ما هو اخرتها ايه القبر. انا عايز واحد من الشباب الوقت يدخل بيته ويقفل عليه اوضه، لا يتخيل بقى ان الاوضه دي هيقعد فيها يوم، لا الأوضة دي جدرانها هتفضل تضيق 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 ومن السقف هيفضل ينزل 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 والجدارين من قدام ورا هيفضلوا ييجوا لغاية ما تبقى مساحة القبر خلاص، ويفضل فيه يوم كامل يقدر يفضل فيه؟ ما يقدرش. طب ما بالك بقى لو ظلام دامس، ما بالك بقى لو ده تحت الأرض، ما بالك بقى لو في ملاكين كمان داخلين يفزعوه ويسألوه. يبقى أنت عارف آخرتها إيه وآخرتها إيه، آخر الدنيا إيه. أنت عارف أنت بتضيع كل ده أو بتعرض نفسك لكل ده عشان إيه؟
عشان ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام عاد مع اصحابه يلاقوا يعني خروف ميت متعفن جالي اسد ميت متعفن ريحته يعني انا متوقع ان اصحابه في الوقت ده مش قادرين يقفوا لولا طالع النبي عليه الصلاه والسلام ريحه رهيبه طالعه منه. صح حضرتك نكمل القصه دي ولكن بعد هذا الاتصال بريد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احيي قناه الناس وعلى هذه السهره الايمانيه ووصولكم الى قلوبنا قبل اسماعنا يا فندم. الله يحييك يا فضل. محمد شلتوت رئيس جمعيه الفجر للمكفوفين في الدقهليه يا فندم. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. احييكم دايما لان انتم اولا بتراعوا شعور الغير يعني تنويع عن البرامج الاجتماعيه والدينيه الحقيقه يعني اسعدتمونا دائما يا فندم. جزاكم الله خير. انا بس انا يعني مداخله بسيطه اتكلم فيها وارجو ان يتسع صدر حضرتك وفضيله الشيخ. ان غياب العمل الاجتماعي اول حاجه بتشجع على الفساد. يعني انا احد المكفوفين اللي بكلمك ورئيس الجمعيه غياب العمل الاجتماعي من شبابنا خريجين الجامعه بالذات وغياب رجال الاعمال التنميه ان احنا ننمي القدرات عند ذوي الاحتياجات الخاصه ليكونوا جنود في وسط هذا المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع الاسلامي بالطبع والفعل. نعم. فالقاء الضوء على ان انا اروح اسجل شريط أخدم به كفيف على كتاب معين أو أرافقه في الامتحان تمام. أو أساعده على المذاكرة لقضاء على المقاهي وقضاء على الجلسات السوء اللي هي ظلت في مجتمعنا وانتشرت بالفعل. نعم. فمن خلال السهرة الإيمانية أنا يعني بدأ حضرتك وكل مشاهديك في كل مكان ونحن نسير بالتنمية في مؤسسة خاصة للمكفوفين خاصة الذين تقدموا في السن والذين هم في احتياج الى ان ناخذ بايديهم معا لننمي قدرات عند هؤلاء. يعني ان الناس طبعا يعني تلجا الى هذه الجمعيات بالفعل لتسارع في هذا الخير يا فندم. فلو تسمح لي يعني ان انا اقول رقم الجمعيه بحيث ان اي حد من اهل الخير اللي عايز يساعد في كتاب في قراءه نص معين حديث معين بصوته يبقى صدقه جاريه وعلمه ينتفع به. واحبابنا في كل مكان من اقطار المسلمين بيهتموا جدا يعني الحمد لله سافرت لدوله عمان وشفت الاهتمام. طب حضرتك بس عشان وقت البرنامج اتفضل. طيب انا اقول رقم التليفون الله يبارك فيك 012 3 4 0 910. ده جمعيات المكفوفين الفجر الجديد بالدقهليه. شكرا جزيلا 3 4 0 910. شكرا لحضرتك. جزاكم الله خيرا. شيخ حضرتك كنت بتقول مره النبي صلى الله عليه وسلم على جيت عليه الصلاه والسلام يعني مساله انت بتضيع كل ده عشان ايه بقى؟ يعني انت بتضيع انت بتعرض نفسك لموضوع العذاب الاخروي بتضيع على نفسك موضوع الجنه المكان الوحيد للسعاده الوحيد. نعم. اي بحث عن السعاده غير الجنه فهو انت بتعرض نفسك لمساله ما دخل هذا القبر عشان ايه؟ عشان الدنيا. انما الصلاه مر الجدي او الخروف ميت ومتعفن ريحته رهيبه والنبي يوقف الصحابه قدامه عشان الموضوع يطبع في ذاكرتهم من شده الالم بتاع التجربه بهي صوره واقعيه صوره واقعيه ويضرب لهم مثلا بهذا على الايه؟ على الدنيا. تخيل بقى لو انا جبت خروف ميت متعفن وقمت مقطعه وعملته لحمه مشويه ورشيت عليه شويه توابل وحطيت عليه كاتشب مايونيز وعملت وعملت سندوتشات وعملت تيك اواي وقلت لك خد انت وانت بتاكل كده قلت لك خد بالك ده كان خروف ميت متعفن. هو ده الدنيا. الدنيا متزينه ولكن حقيقتها يقول لك يا رب اشوفك دكتور قد الدنيا. ده الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوض يا دكتور حازم. ده الدنيا بقى ده يعني يا رب اشوفك قد جناح البعوضه. نعم. يعني دكتور حازم من 3 اسابيع اخونا محمد كنا هنا في القاهره دكتور حازم يوم الاحد الصباح جالنا اتصال ان احد الاخوه تزوج كانت ليله زفافه ليله الجمعه. نعم. يوم الجمعه تزوج وتوفى الله يوم السبت. لا حول ولا قوه الا بالله. والله شيخ حازم يعني كنا في جنازته كان في اكثر من 3 حافلات يعني اخوه لا يعرفون هذا الاخ. كان الاخ من الصالحين نحسبه كذلك وزكى الله احد. الغاز تسرب في البيت زوجته دخلت الانعاش وهو توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. فيعني هذا الاخ كان قبل اسبوع واحد في جنازه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى. نعم. فكان في احد الاخوه واقف وكان يعظ الناس وقال يا جماعه عاوزين من الاخر من الاخر. هو ده اخر مكان. هو ده اخر مكان. قبرك الذي ستنزل فيه الذي ستحاسب فيه الذي سيكون معك فيه اما عملك الصالح او عملك الخبيث. كمان في نقطه شيخنا يعني العروس دوت لا يتصور في ذهنه على الاطلاق طبعا انه ثاني يوم هيموت يعني
سبحان الله. سبحان الله. هو كما ذكر الشيخ حازم يعني أنت بتطحن نفسك، بتحرق في دمك عشان إيه؟ لماذا؟ من أجل الدنيا. الجدي الأسك هذا لا يسوي شيء. جناح البعوضة، عندنا 5 مليار سكان العالم، كل واحد يأخذ حتى من جناح البعوضة، كم سيكون نصيبك؟ لا شيء. يعني لن يكون لك شيء أبدا. فلذلك الدنيا لا تبالي بها ولا تنظر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ما راح وتركه. فالدنيا لا، ليس لها وزن ولا قيمة. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح. فهذا مثل الدنيا لا، لا يعني دورة يسيرة، دورة النبات التي عرفناها منذ كنا أطفالا صغارا، هذا مثل الدنيا. ثم تموت، ولدت كبرت ثم تزوجت أنجبت ثم أصبحت كهلا ثم مت رحلت عن الدنيا. مليانة كنوز ومجوهرات، والناس دخلت قعدت تجمع 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 تجمع، والسلطان وقف على الباب واحد أمره إن أي حد يجي يخرج يخرجه فاضي من غير أي حاجة جمعها. فاللي جمعه واللي ما جمعش يخرج فاضي. فالناس جوه الجنينة بتاعت الدنيا قاعدة تجمع وتلم وتتكاثر وتزود، وربنا سبحانه وتعالى ما وقف ملك الموت على باب هذه الدنيا. الله. ملك الموت مش هيخلي واحد خارج معاه أي حاجة من اللي بيجمعها. فأنت هتخرج فاضي هتخرج فاضي. فاضي. يبقى القضية. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني مختصر لكل هذا الحوار، تمتع بالدنيا ثم هذا لن يغني عنك شيء. شيخ حازم، الشاب اليوم لو جيت صرحته يقول لك والله انا احسن من غيري، انا كده كويس، غيري بيعمل وبيعمل، انا ما عنديش حاجه. بالمقارنه بغيري من الشاب انا ما عنديش حاجه، على الرغم ان هو مقترف بالذنوب والمعاصي، هو زي ما بيقول حضرتك الصراحه مره ويبتعد عن لهيب الصراحه، كيف يواجه نفسه؟ هو المرض ده مرض متفشي وبيمثل نسبة على الأقل 80% من الناس، ملتزمين وغير ملتزمين. مرض اللي هو مقتنع بما في الشاب المحترم أو الإنسان المحترم اللي هو عنده تطبيع في حياته في العلاقة ما بين الطاعة والمعصية، هو مختار بالطاعات اللي بيعمل. أنا بصلي صلاة، أنا لا بزني ولا بسرق ولا ولا بتصدق ولا بصوم ولا بعمل نوافل ولا بصلي سنن بس انا كويس. ده انا بالنسبه لغيري الحمد لله، ده انا ممكن ابشر في الجنه. طبعا. يعني ده انا بالنسبه لغيري يعني صديق من الصديقين. المشكله ان ده في النهايه بيتصدم صدمه يوم القيامه، والله العظيم بيتصدم صدمه. ده انا هجيب لك اللي كان بيقول ان هو شاب محترم او انا كده كويس او انا كده معقول، انا هجيب لك اللي فعلا عرف يوازن في العلاقه بين الطاعه والمعصيه، لان لا يمكن لا يمكن. ده بينزل غصبا عنه. لو جه في الاخر ولا تنزل بعض، اصل استغفار، اصل لك انا عامل ايه لو عصيت، يعني هيحصل ايه لو عصيت؟ ده انا لو طاعتك زي ما عصيك الاثنين وانت انسان كويس او الانسان اللي في النص، هتيجي يوم القيامه تلاقي نفسك من اهل الاعراف. يعني ايه اهل الاعراف؟ يعني اهل الاعراف ده واحد يعني يقف على جبل الاعراف وبعد كده يدخل الجنه. وهو انت عارف اهل الاعراف دول لما قعد 50,000 سنة يوم القيامه الصحف تطيرت، مليارات الصحف تطيرت، في اللي خدها باليمين وفي اللي خدها بالشمال، وهو واقف في نص صحيفه مش عارف ياخدها بيمين ولا بشمال. وهو انت عارف رعب اهل الاعراف لما لقى الناس بتعدي من على الصراط وده هيسقط وده تدفعه النار وده يعدي، وهو اصلا حتى ان لم يتبين ان هو يعبر على الصراط ولا لا. وهو انت عارف اهل الاعراف دول لما يقفوا على الميزان وده تطب كفة حسناته ويجري فائز وده تطب كفة سيئاته ويولول ويصرخ وهو واقف لا طب دي ولا طب ديت. وانت عارف رعب اهل الاعراف لما عدى على ابواب الجنة 8 باب يحاول يشوف هو هيدخل من باب ده ولا لا، ويجد نفسه غير مأذون لهم الزبلة الباب. 50,000 سنة يوم القيامة يمر 50,000 سنة ودول واقفين على جبل الاعراف، على جبل الاعراف. واذا صرفت ابصارهم، واذا صرفت ايه؟ مش صرف بصر بعضهم، ابصارهم، يعني كلهم واقفين فجاه يسمعوا صراخ من جهه النار صرفت، وصرفت دي كان غصبا عنه من الصراخ اللي سمعوا جهه النار. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. الموضوع مرعب. يبص لاهل الجنه قلبه يتمزق، يبص لاهل النار قلبه يتمزق. يعني النص درجه في الثانويه العامه بتخلي واحد بدل ما يروح الكليه اللي هو عايزها في بلده بيروح كليه ثانيه خالص في الجنوب. النص درجه. الحسنه في الاخره، الحسنه فيه حديث ان رجل وقف
دخوله الجنة على حسنة، سيئاته أكتر من حسناته بسيئة، محتاج حسن عشان ينجو. 50,000 سنة يلف في أرض المحشر على واحد واحد يلف بقى، مين اللي هيديله حسنة؟ مين اللي هيديله حسنة؟ فالقضية قضية إن يعني ما ضيعش الناس وما ضيعش الشباب بداية، غير إن إحنا فاكرين الموضوع لعبة. ما أنا شكرا جزيلا بعزيز أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت معلش بس مش عارفه اتكلم مستقله شويه. اتفضلي. اتكلم الشيخ محمد الصوي. مع حضرتك. اتفضل الشيخ محمد. حضرتك يا شيخ ازيك اولا؟ الله احنا زي كلكم يا اسطى. حضرتك سامعني كويس؟ لا اتفضلي. حضرتك انا بس عندي كده مشكله عايز اقولها لحضرتك. انا كل ما انا مكتوب كتابي الاول، فكنت نادر يعني ان انا المفروض ان انا اول يا رب اول ما اتجوز الشخص ان شاء الله يعني هلبس النقاب على طول يعني. انا بصراحة كان لبسي مش كويس خالص. المهم فاتكتب الكتاب في رمضان اللي فات بس ما لبستش النقاب عشان كنا لسه ما دخلناش وكده، بس لبست الإزدال يعني الحمد لله. بس فبعد كده بقى الشقة خلصت وكل حاجة، كل ما نيجي خلاص هندخل يعني لحد ما الفرح يحصل حاجة ونأجل الفرح، يحصل حاجة نأجله شهر، لا الشهر اللي بعديه، لا الشهر اللي بعديه. صراحة نفسي تعبت جدا، فعايز اعرف الموضوع ليه علاقة بموضوع النقاب يعني، وجد بجد ادعولي. موضوع النذر او لا يعني موضوع يعني ليه علاقة بموضوع النذر ده ولا لا؟ طيب نجاوب يا شيخ. قبل ما نجاوب يعني في نقطة يا دكتور حازم، ده اللي انت بتتكلم عنه اللي هو مستوي الحسنات والسيئات. طب تعالى يا دكتور حازم اللي هو حسناته اكتر من سيئاته. شوف أبو بكر الصديق يقول والله لو أعلم أن لي قدما داخل الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. الله. والحسن البصري وهو يحتضر قيل له يا أبا سعيد لا تبكي، فأنت أبو سعيد، أنت صاحب العلم والدعوة. قال ومن أبو سعيد، أخشى أن يلقي الله بي في النار ولا يبالي. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى في لحظات احتوار يبكون لله، يتضرعون لله، ينطرحون بين يدي الله ويبكون ويقولون يا رب كنا نؤملك لمثل هذا اليوم، كنا نرجوك لمثل هذا اليوم. فكان مع شدة طاعتهم لله يحتقرون هذه الطاعة، ومع شدة إقبالهم على الله سبحانه وتعالى يحتقرون هذه الطاعة. قال عبد الرحمن بن أبي ياس لابنه لا تبكي يا بني على أبيك، فقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 40,000 مرة. الله أكبر. 40,000 مرة يختم القرآن. وبلال كانت زوجته بجواره تبكي ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. شيخنا 40,000 مرة، يعني السؤال اللي هيتبادر في الذهن يقولك ده كان بيجيب وقت منين؟ يعني لا شك أن بركة الوقت ببركة الطاعة، هذا أولا. ثانيا هؤلاء أصبح حياتهم كلها وشغلهم الشاغل طاعة الله عز وجل. والله دكتور حازم عارف وانت عارف محمد أن في إخوة دلوقتي شغلها شغل النت، وفي إخوة شغلها شغل البلوتوث، وفي إخوة شغلها شغل التجارة وانا يعني احد التجار دكتور حازم كان لا ينام 24 ساعة الموبايل جنب، ابعت ارفع بيع لا تبيع هات لا لا. طيب هؤلاء لماذا وجدوا وقت للدنيا؟ ايضا اهل الطاعة يجدون وقتا للطاعة، فالطاعة تجري مع انفاسهم مع طعامهم مع شرب. بل احد ائمة الحديث كان لا يأكل، وقيل انه سفيان كان لا يأكل، وكان من شدة قراءته منهمك بالقراءة، فجاءت احدى الجواري تلقمه فجعلت تعطيه الطعام حتى فرغت وانصرفت. فمر وقت فقال يا فلانة أين الطعام؟ قالت والله يا سيدي قد أطعمتك قبل قليل. قال والله ما أكلت شيئا. قالت والله قد أكلت، وقم فانظر إلى فيك فإنك لم تغسله. فهو يعني من شدة انشغاله بالعلم لم ينظر إلى هذا ولم يبالي. وعروة بن الزبير عندما ضربت الآكلة قدمه وأرادوا أن يقطعوا قدمه قالوا اشرب مسكرا مخدرا، فقال لا ولكن إذا قمت إلى الصلاة فشأنكم حينئذ. فبالصلاة ينسى كل شيء، وبقرب من الله ينسى كل شيء، ويجد الوقت الذي يقبل فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فده مثل أخو محمد يعني الحزب للذي يعني طاعته أكثر من شيء. الله. فما ينفعش بعد كان يجي نقول له والله يا جماعة إحنا أحسن من غيرنا الحمد لله، يعني أنا مدخن غيري يقع في المخدرات، أنا بفضل الله يعني بس بكلم البنات غيري بي أنا بفضل الله يعني بصلي غيري ما بيجيش الصلاة خالص. ولكن يعني أنت يعني قد قبل أن تكون عرف تزل. يندم أهل الجنة على حسنة واحدة، على لحظة دقيقة واحدة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. ما نتصل شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أشكر فضيلة الشيخ حازم
والشيخ محمد الصاوي بتقديمهم البرنامج طبعا. وبس لي اسال للشيخ حازم. انا الاول ما كنتش بصلي خالص، وقعدت فتره كبيره قوي يعني مش بصلي، ويعني بدرجه ان الشبهات كانت بتدور في عقلي، وكمان كنت قاعد تحت تاثير الشبهات، وحبيت برضو اصلي بس لقيت نفسي الشبهات برضو بتدور في دماغي كانت اقوى من الصلاه، وبدرجه كمان يعني كنت بشوف رؤيا، يعني اخر مره كنت شفت رؤيا ان انا حلمت بيوم القيامه وشفت مجموعه اهوال، وحلمت ان الناس بتغرق في يوم القيامه، وان حملت اثقال على ظهري، ويعني صحيت من الرؤيا مرعوب. انا بكلم حضرتك الان وبفتكر الرؤيا وانا برضو مرعوب، يعني صحيت برضو من الرؤيا مرعوب من وكل ما احاول اقرب من الصلاه بحس ان في شبهات، الشبهات اللي هي بتسيطر على العقل جامد، فانا عايز علاج او وصفه ايمانيه تخليني ابعد عن الشبهات دي، او تخلي شبهات تبعد عن عقلي خالص. اسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ. جزاكم الله خير يا مدخن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب الشيخ حازم، موضوع مناسب اللي احنا بنتكلم فيه، بيقول لحضرتك ما كانش بيصلي خالص والشبهات بتدور اقوى منه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساله ان هو ما كانش بيصلي ولما يجي يصلي الشبهات تدور عليه، اول حاجه هو بيقول انا عايز العلاج بتاعه، هو ربنا بعت له العلاج بتاعه. هذه الرؤيه مثلها لما سيدنا عبد الله بن عمر شاف زيها لما راى النار، يعني راى الدار الاخره عموما، رؤى الدار الاخره، ولان في ناس كتير من اللي بيشاهدونا دلوقتي بيشوفوا احداث، بيقول لك انا نزلت القبر وشفت مثلا القبر، انا شفت يوم القيامه، انا شفت تطاير حمم النار، انا شفت النار، انا شفت الجنه. رؤى الدار الاخره كلها تاولها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اولها لعبد الله بن عمر، نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم الليل، فكلها بتحمل على العباده، كلها بتحمل على التفكير في الدار الاخره. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفكرك، انت مفتاحك انك تخاف من ربنا، انت مفتاحك انك تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. مساله ليه الشاب لما بيجي يلتزم، الموضوع ده منتشر جدا، الشباب والبنات اللي بيجوا يلتزموا بعد فتره من المعاصي الشديده، الشباب حياتهم دلوقتي، في بعض الشباب حياته وحل موحول فعلا، في مستنقع طين، ما بيصليش، تلاقي الشباب من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام كميه المعاصي اللي ممكن تتسجل عليه، يعني يندلع الجبين. فلما بيجي يلتزم جوه قلبه اصلا حاجات مش كويسه كتير. فانت عارف بالظبط، اقول لك بالظبط زي ايه، عارف ارض فاضيه وقعد يترمى فيها زباله، وقعد يترمى فيها زباله، ازرع زباله، فانا جيت فجاه بقى عايز اشيل الانقاض، عايز ازرع، فلما بشيل عايز اشيل الاول انقاض عشان ازرع، ما لازم انضف الاول. فلما باجي اشيل الطبق اللي في الوش بيطلع لي ايه؟ كمامه من نوع ثاني. بشيل يطلع لي ايه؟ كمامه من نوع ثاني. فبيبدا الشباب في المرحله بتوع بدايه التوبه ديت يحسوا ببعض الوساوس، بعض الوساوس، سواء انواع الوساوس، انواع الشبهات او انواع الشكوك. الحل بتاع المرحله ديت انك انت تستمر يا حبيب قلبي، استمر، ربنا اداك علاج مساله الدار الاخره. لو سمعت نصيحتي ولمده اسبوعين، بس لمده اسبوعين سمعت كل يوم درس عن الدار الاخره، يعني النهارده اسمع درس عن القبر، بكره درس عن القيامه، بعده درس عن الجنه، بعده درس عن النار، بعده بقى انت سمعت للشيخ فلان الحاجات دي، اسمع للشيخ تاني لمده اسبوعين، والله العظيم هتدعي لي، لان هو ده ان شاء الله. طب شيخنا الاخت كانت بتسال بالنسبه لموضوع النذر ونقابها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي فليعصي، الحديث في الصحيحين، حديث عائشه ان لم تخن الذاكره. يجب عليها اولا ان توفي بالنذر، وان تتحجب الحجاب الشرعي الكامل، تلبس النقاب. باذن الله. النقطه الاخرى انه هذا قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعرف صبرها وثباتها، يعني تاخير الزواج والعرس والدخول وتعطيل مثل هذه الاشياء، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. قدره الله جل وعلا، وهذه التقديرات لها حكم جليله عند الله، لينظر صبر الانسان، لينظر ايمانه، لينظر قربه منه، لينظر دعائه. احيانا يقول ابن القيم دكتور حازم كلام جميل جدا جدا، يقول ان الله ليقدر المصيبه على العبد. فيدعو العبد الله ويلح في الدعاء ويقول يا رب لما لا ترفع هذا البلاء عني. يقول ابن القيم والله جل وعلا يبقيه في مصيبته لانه يعلم ان بقاءه فيها خير له، والله يعذره لجهله ونقص علمه. فانظر كم نحن بحاجة أن نتضرع لله، أن ننطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. استشعر أنك فقير لله وانطرح بين يدي الله. يعني أضيف وصفة
على وصفة التي ذكرها أخوي الكبير الدكتور حازم. الدار الأخيرة أيضا الفقر لله، التذلل لله، انطرح بين يدي الله وقل يا رب أنا مريض، أنا عندي ذنب، أنا عندي معصية، خلصني يا رب، فك قيدي، فك أسري، أنا محطم، أنا مكبل، أصدقاء السوء، الإنترنت، الشهوات، المعاصي، الفتن. والله أحد الإخوة دكتور حازم يقول أخرج الهاتف، أتصل على رقمها، لا لن أتصل، يغلق الهاتف، يفتح الهاتف، سأتصل، لن أتصل، يرمي الهاتف، يضع الهاتف، يرمي رقمها، يحاول يرفع السماعة، يتردد، في النهاية ينتصر على شهوته، يتغلب بفضل ماذا؟ بفضل أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. كل يوم نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. أين الاستعانة من الواقع؟ هذا أيضا من أهم يعني الوصفات التي دائما نذكر أنفسنا المقصرة بها وإخواننا دائما تضرع لله. فأنت تضرع يا أختي، وأنت تضرع يا أخي، ويا كل إنسان يريد أن يكون من السابقين الأوائل أن يلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسلك هذا الطريق. مشاهدينا الأعزاء، شكر جزيل لرب العالمين الذي وفقنا أن نلتقي بكم، ثم الشكر أيضا لفضيلة الشيخ محمد الصاوي، شكر لكم، نفع الله بكم وعليكم، ثم الشكر لفضيلة الشيخ حازم شمال على هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الأعزاء، لكم مني أجمل تحية، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.